استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة. جاء ذلك بمناسبة عودة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أرض الوطن بعد فوزه وتتويجه بلقب بطولة العالم للجياد عمر 8 سنوات للقدرة، والتي أقيمت منافساتها في مملكة إسبانيا الصديقة بمشاركة أكثر من 57 فارسا وفارسة من 20 دولة. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة سمو الشيخ ناصر بن حمد وأعرب عن فخره بتحقيق سموه لهذا الإنجاز التاريخي العالمي المشرف، والذي يضاف إلى سجل إنجازات سموه في مختلف المحافل والمنافسات الرياضية الدولية. وأشاد جلالته بالجهد الكبير الذي بذله سموه في الإعداد لهذه البطولة وبمستوى الأداء الرياضي المتميز الذي أظهره مما أهله للفوز بكل جدارة واستحقاق. وأكد جلالته أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها رياضة القدرة البحرينية وما تشهده من تطور مستمر، متمنيا جلالته لسموه كل النجاح والتوفيق في قيادة المسيرة الرياضية نحو المزيد من البطولات والألقاب العالمية. كما أثنى جلالته حفظه الله ورعاه على المشاركة المميزة لفرسان الفريق الملكي في هذه البطولة وحرصهم على تمثيل وطنهم على أكمل وجه من خلال سعيهم الدائم لتحقيق أفضل النتائج في جميع المشاركات الخارجية. وأعرب جلالة الملك المعظم عن تقديره لما تشهده البحرين من نهضة شاملة في القطاع الشبابي والرياضي بفضل من الله تعالى وبالجهود الدؤوبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وإخلاص وتفاني كافة رياضيي وشباب الوطن الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إعلاء شأن المملكة ورفع رايتها عالية خفاقة في كافة المحافل الرياضية.